سمحت فيه. هاد البنت الا ما تخداش حقها ما غاتجيبش ميداليه بقى صغيره، ما غاتبقاش تريني التايكواندو. خصنا انا ناخذوا لها حقها ونرجعوا لها الاعتبار ديالها باش نعاودوا، خاص باش نعاودوا نفيقوها، خصنا نتعاونوا عليها كاملين. احنا اللي معنا الصواب، عرفتي علاش اختي علاش درنا احنا هاد الندوه الصحفيه؟ حيت عندنا التقارير، ها هو معنا التقارير من جوج ديال لي بروفيسور كبار ان البنت اليوم يعني من نهار اللي خدينا هاد الورقه نهار 4 في الشهر انها تلعب في الهونيفو في المستوى العالي. الجامعه تعطينا لها عندها تقرير، تعطينا لها كان عند الجامعه تقرير تنقول لها امام، اذا ما كايناش، اذا حنا اللي معنا الصواب والبطاله هي اللي معها الصواب والبطاله عندها مباراه وحده وغتاهل الناس كلها، اذا كاين مشكل في الجامعه. الحمد لله وضعيه مخيره، مستعده البنت نفسانيا 17 سنه ولكن عقلها كبير، البنت تتحول السلبيات ديالها للايجابيات راه قالتها لكم قبيله، وهذه عمله نادره احنا بغينا نحتفظوا بها في بلادنا ان شاء الله الرحمن. نطالب فتح تحقيق على المستوى العالي، تنطلب المسؤولين يفتح التحقيق مع الجامعه الملكيه ومع اللجنه التقنيه باش نعرفوا الخلل فين كاين. هذا كمدرب وتنطلب ان ذاك الربعه اللي تنقول اللجنه الطبيه علاش ذاك الربعه ما كانش لهم فحوصات اللي طلبات فاطمة الزهراء، طلبات الفحوصات الربعه معها هي بخمسه، علاش ما داروهاش الجميع؟ احنا رياضيين، احنا تنديروا الرياضه، احنا كون بغينا نتامروا كون تامرنا شحال هذه. احنا الهدف ديالنا ان بنت بطله اولمبيه، راه تناكد بطله اولمبيه تقصات، راه صعيب باش تعاود تلقى بطله اولمبيه اخرى. انا ما بغيتش نقول لك جوج بطلات اولمبيه، حتى صفيه تقصات، كي بغيتش نهضر في هذا الموضوع، نهضر في الموضوع ديال فاطمة الزهراء اللي تهمني. راه باش تقصي جوج بطلات اولمبيين بطلات جوج اللي هزوا راه عيب. فاطمة الزهراء مريضه وصفيه مالها؟ اللي غنقول لكم انا راه باش عارف الراي العام كامل، فاطمة الزهراء مغربيه وتبقى مغربيه تزادت مغربيه، وكي قلت وغنبقى نقول في كاع لي زانترفيو انا راه كنامن بشعار واحد هو الله الوطن الملك، ونتمنى يا ربي ياخذ لي حقي. راه دعيت مع دعيت لربي وراه غادي يستجب لي ان شاء الله. الوطن الحمد لله راه الشعب ضامن معايا وبزاف الناس اللي ساندوا فاطمة الزهراء. ان شاء الله فاطمة الزهراء مازال طموح ديالها كبير، ومازال ان شاء الله كنتمنى يا ربي نزيد يوفقني ويطول لي في عمري باش نجيب شي ميداليه ذهبيه اخرى ونمشي ان شاء الله بها فرحانه ونهديها لسيدنا ونهديها للشعب المغربي ونزيد نفرحهم. وهادشي اللي كاين، والحال النفسي ديال فاطمة الزهراء مزيانه بخير. هاد لافير ديال فاطمة الزهراء افير وطنيه، ولات افير وطنيه باسكو هاد البطله اللي دارت نتيجه كبيره في الارجنتين، ودابا ما بغاوش يديوها في الاقصاد ديال طوكيو اللي عندها الحق تلعب في طوكيو. ما فهمتش شنو هو المشكل. المشكل اللي فهمت انا بنقولها فهمت انا هو تسيير في لا فيدراسيون. لا فيدراسيون بين البريزيدون الموديل تكنيك والمجلس كامل ديالهم عندهم مشكل كبير فيه، وراه هضرت عليه، والمشكل راه مشكل كبير مازال غيتهضر عليه. علاش هاد البنت ما غتمشيش؟ ما بقاتش غير مضروبه، وعندهم مشاكل اخرين كبار اللي عاد غيخرجوا ان شاء الله، وغتعرفوا العمل الراي العام غيعرفوا، باسكو دابا هادشي اللي وصلنا ليه كيوصل له، خصو يوصل الراي العام كامل، وخصو المغرب الشعب المغربي يعرف شنو كاين في هاد الفيدراسيون هذا. تماما، نقولكم شكرا بزاف على كاع اللي ساندوا فاطمة الزهراء وعاونوها، ونتمنى ان شاء الله نزيد نصحكم وما نخيبش هاد الحاجة. شكرا بزاف.